قلت ليه راه فوالا راه بغيت شي شقه اللي تكون في مناسبه للبودجي ديالي، وغادي تكون يكون فيها واحد عندي واحد الشروط، حنا تكون عندي بلاصه ديالي ديال في المرآب، بحكم ان عندي سياره بغيت باش نبقى نحط السياره ديالي. المقاول هبطني للمرآب قال لي انت شوف البلاصه اللي غادي تولم السياره ديالك، اختاريتها. قال لي ان شاء الله ملي نكملوا الاجراءات هذيك الساعه جي دير رقمها، دير بثمن الرقم ديال لابارتمون ديالك. لو كونطرا دار فيه المبلغ اللي دار فيه، المبلغ باش تقتني الشقه ناقص هذيك 25000 درهم، هذيك 25000 درهم ما دخلوهاش في لو كونطرا. راه حنا شرينا على اساس حتى حنا بلاصتنا في الكراج، دونك حتى هما تقلبوا، فهمتي؟ مي انا قال لي راه تعطي هذوك الفلوس على اساس ان عندك راه البلاصه ديالك في الكراج. الناس اللي سولتهم تيقول لي راه شرينا، ما زادش، ما قالش لنا راه غادي تزيدوا هذه على المرآب، مي باع لنا على اساس اننا عندنا المرآب. السلام عليكم. انا واحد السيد اللي تقلبت في مدينة مكناس العاصمه الاسماعيليه. دونك باش نبدا لك علاش جيت لهاد المدينه هذه، بحكم ان بنتي عندي واحد البنيته اللي مريضه بمرض الربو، الله يشافي الجميع. دونك قررت انني نستقر في هذه المدينه هذه بحكم الجو ديالها، الناس تيشكروا تيقول لي الناس اللي عندهم زعما مشاكل صحيه راه كيجيو لهنا كيرتاحوا. دونك قررت انني نجي هنا ونقتني شقه. دونك هضرت من المدينه ديالي، كنت كنشوف في مواقع التواصل في اليوتيوب، كنشوف العقار اللي كيداير هنا، حتى عمري ما جيت لمدينه مكناس. دونك لقيت واحد القناه كانت كدير كتكوميرتاليزي شقق في اليوتيوب، بقيت متبعها. اتصلت بالوكيل العقاري، بقيت كنهضر معاه تنقول ليه شنو المشكل، ها شنو عندي، ها شنو. صافي حتى وصلت واحد الوقيته اللي درنا فيها واحد الموعد، وتحت انا زوجة ديالي بمكناس، مدينه مكناس، جينا من مدينه مكناس لقينا الوكيل العقاري. دونك قلت ليه راه فوالا راه بغيت شي شقه اللي تكون في مناسبه للبودجي ديالي، وغادي تكون يكون فيها واحد عندي واحد الشروط، حنا تكون عندي بلاصه ديالي ديال في المرآب، بحكم ان عندي سياره بغيت باش نبقى نحط السياره ديالي، وتكون شي من المدرسه قريبه للوليدات، تكون مدرسه مزيانه. داني وكيل العقاري، داني واحد الشقق، مع انني كنت شفت واحد الشقه في اليوتيوب هي اللي كنت على الاساس ديالها. المهم داني هذيك الشقه في الاول، مالوغوزمون ما كانش فيها المرآب، ما كانش فيها البلاصه ديال المرآب، لان كانت ما كانتش عماره كبيره. دونك انا قلت ليه احسن تشوف لي شي شقه اللي فيها المرآب. فعلا جابني لهذه الشقه هذه، وبحكم انها قريبه لواحد المدرسه بزاف، دخلت قبل ما نقتني الشقه دخلت المدرسه، شفت درت واحد الجوله في المدرسه عجبتني، رجعت للشقه عاوتاني درت واحد الجوله في الشقه، ما كنتش مقتنع بها 100%، مي قلت ماشي مشكل، فيها متوفره فيها الشروط، عندي البلاصه في المرآب، عندي المدرسه قريبه، نتوكل على الله. سورتو انني قلت انا راه ما غاديش نبقى في مدينه مكناس بزاف، عبد ما تكبر البنيته ديالي شويه ان شاء الله وتشد الصحيحه ديالها ونرجع للمدينه ديالي الاساسيه. دونك هضرت مع الوكيل العقاري، قلت له صافي نتوكلوا على الله. عيطت للمقاول، تفاهمنا. المقاول هبطني للمرآب، قال لي انت شوف البلاصه اللي غادي تولم السياره ديالك، اختاريتها. قال لي ان شاء الله ملي نكملوا الاجراءات هذيك الساعه جي دير رقمها، دير بثمن الرقم ديال لابارتمون ديالك. عندي بلاصه ديالي في الكراج. ملي مشينا رجعنا للمكتب ديال الوكيل العقاري، سلمت واحد المبلغ ديال 30000 درهم، خدا فيها 5000 درهم ديالو وديال الاتعاب ديالو، و 25000 درهم سلمها بيديه للمقاول على اساس انها تطبيق، و اون ميم بون هي الثمن ديال المرآب اللي زيد، حيت هو قال لي راه المرآب راه بثمن، بلا مرآب بثمن اخر. دونك زدت هذاك الثمن عطيته ليه. طالب الوكيل العقاري توصيل، قال لي راه ما عنديش انا كاشي، لانني عندي الرخصه ديال البلديه، ما عنديش ستاتو ديال شركه، دونك من بعد ان شاء الله غادي نسول لك المسائل ديالك. قلت له ماشي مشكل. صافي رجعت للمدينه ديالي على اساس انهم غادي يتصلوا بيا ملي غادي تجهز الشقه، بحكم ان العماره كانت في طور الانجاز. رجعت للمدينه، دازت واحد المده، اتصلوا بيا الشقه جاهزه، اجي باش نكملوا الاجراءات. جيت عاوتاني مره اخرى لمدينه مكناس، تلقى لي عاوتاني الوكيل العقاري، داني المكتب ديال الموثق، لقينا المقاول كيتسنى تما. لقيت لو كونطرا فيه، عطاني الموثق
لو كونترا ما شرحش ليا، ما قال لي حتى شي حاجه. الموثق عطاني لو كونترا، قدم راسو عطاني لو كونترا، قال لي اقرا لو كونترا ديالك. قريت لو كونترا، تنتفاجئ بالثمن اللي مديكلاري في لو كونترا، ماشي هو الثمن ديال الشراء، ناقص هذيك 25 درهم اللي عطيت للمقاول، وعطيت عليه انا، عطيها عليه كاش، ما عطيتهاش ليه، ما كاين لا شكل والو. هو حيت هما كيقول لك عطينا كاش من الاحسن، دونك عطيت عليه كاش. ومنين ما لقيتش هذيك ال 25 درهم من ديكلاريا، صرت في الامر، صوت المقاول قلت له راه انا شريت بثمن، راه الثمن ما كاملش في الكونترا. قال لي لا، راه حنا ما كنديروش هذاك التسبيق، خديتو كاش ما يمكنش ندخلوه في لو كونترا، تجاري بيع العمل ما يمكنش هي ندخلوه في الكونترا. قلت له انا راه بغيت زعما ماذا حبذا لو يكون لو مونطون ديالي كامل في هذه. قال لي لا، راه ما يمكنش دابا، صافي راه سكي في في، وراك عارف هذاك التسبيق عربون، والعربون ما تيرجعش. بعد العباره هذه انديريكتومون تيقول لي راه الا تراجعتي على البيع ولا على الشراء، راه ما غاديش تاخذ الفلوس ديالك. انا ما يمكنش نسمح، راه 30000 درهم، لان 25000 درهم ديال المقاول، 5000 درهم ديال الوكيل العقاري. دونك توكلت على الله وكملت البيع. زادوا عليا على حساب المرآب، على حساب البلاصه ديالي في المرآب، ولكن ما دخلتش في لو كونترا. لو كونترا دار فيه المبلغ اللي دار فيه، المبلغ باش تقتنيت الشقه ناقص هذيك 25000 درهم، هذيك 25000 درهم ما دخلوهاش في لو كونترا. انا قريت الكونترا، حتى واحد ما جبدوش هذاك الموضوع، لا السيد الموثق، لا المقاول، لا الوكيل العقاري. عطاوني لو كونترا قريته، قريت لو كونترا، عندي ملكيه مشتركه، فيها المصعد، فيها السطح، فيها الدروج، فيها المرآب، صافي. انا عندي فعلا، انا ماشي خديت دار مستقله، راه خديت شقه في عماره اللي فيها 16 شقه، وكلشي ملكيه مشتركه بما فيها المرآب، ولكن عندي بلاصتي، فهمتي؟ هادشي اللي فهمت انا. صافي شريت على اساس ان عندي بلاصتي في المرآب، بديت دخلت انا لحيت، بحكم انا الاول اللي سكنت في العماره، وبقيت تقريبا شهر ونص وانا بوحدي اللي ساكن في العماره. شريت بلي استقريت في الشقه ديالي، بديت انا نحط السياره ديالي في المكان المخصص. منين كملت الاجراءات، درت الترقيم، درت الرقم ديال الشقه ديالي، درته في البلاصه ديالي في المرآب. من بعد بدات يلتحقوا الناس، الجيران، الناس اللي اقتنوا تما الشقق، ولات تطرح واحد التساؤل على داك الترقيم. يمكن الناس اللي شراو، كاين بعض الناس اللي كيعرفوا المقاول، كاين شي وحدين اللي كيتصرفوا معاه، تيهضروا، هما من مدينه مكناس، عارفين هاد. بداو تيقولوا لنا راه هنا راه كاين خاضع القانون ديال الملكيه المشتركه، راه ما خاصش يكون ترقيم، لان في الاساس المرآب ما تيهش 16 سياره، فهمتي؟ ما كاينش، راه هي كاينه 16 سياره، ولكن ما تيهش 16 سياره. الا هز غادي يهز واحد الصعوبه، غادي يهز واحد 10 11 سياره. دونك كيبقى واحد ديما واحد المشكل ديال المرآب. انا مني هضرت مع بعض السكان، لان الغالبيه ديالهم ما كاينينش دابا، لان الغالبيه ديال السكان كاينين على لا في الخارج. الناس اللي سولتهم تيقول لي راه شرينا، ما زادش، ما قالش لنا راه غادي تزيدوا هذه على المرآب، مي باع لنا على اساس اننا عندنا المرآب، والقيمه ديال الشقق راك عارف انت كتزاد ملي كيكون هذيك سيت اون فالور اجوتي. المرآب ملي كيكون عندك بلاصتك في المرآب، وكيكون عندك كيقول لك هما شنو كيقول لك، ملي كتبغي تشوف شي اوفر كوميرسيال، تيقول لك شقه بالمصعد والمرآب. دونك راه كاينه واحد لا فالور اجوتي، كيزيدوا عليك واحد لا فالور. منين قالوا لي راه حنا شارين على اساس حنا بلاصتنا في الكراج، دونك حتى هما تقلبوا، فهمتي؟ مي انا قال لي راه تعطي هذوك الفلوس على اساس ان عندك راه البلاصه ديالك في الكراج. دونك من بعد هضرت مع، اتصلت بالمقاول، قلت له ودي راه كاين شي تساؤلات ديال الناس كيقول لك هذه، واش شنو المشكل؟ قال لي راه فعلا راه هادشي خاضع للقانون الملكيه المشتركه، خاصكم تاينو تيدار واحد السانديك هو اللي غادي يجري بيناتكم. انا ما توافقتش على هادشي، لان انا شريت من عندك على اساس انا عندي بلاصتي في الكراج، زدتك فلوس على اساس بان عندي بلاصتي في الكراج، ما تقولش يا السنديك. السنديك ماشي هو اللي شريت من عنده، السنديك ما عنده ما يحل لي، ما عنديش، ما يحلش لي المشكل ديالي. ما بغيتش انا نوقع في مناوشات ونوقع في شجارات مع الجيران. انا ما جايش هنا باش، انا عندي واحد المهمه جيت عليها، ما بغيتش يوقعوا هاد المشاكل هادو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.